اهلا بيكم من جديد، وما زلنا بنستكمل معاكم حلقتنا النهارده وساعه الصبحيه، ونتكلم الحقيقه في اولى فقراتنا الحواريه عن شهر الغفران، شهر العتق من النيران، بنتكلم عن شهر الرحمه والمغفره، شهر فيه يوم بألف شهر، الحقيقه شهر مليان حاجات جميله جدا. تخيل لما بيجي لك ضيف في بيتك بتستقبله احسن استقبال، بتستعدله احسن استعداد، تبقى عايز تلبس احلى لبس وعايز تهيئ بيتك وتفرشه كده ورد عشان هذا الضيف المهم اللي ممكن يكون مصالحك كلها في ايده، فبالتالي بتبقى عايز تهتم بيه اهتمام خاص. كلنا بنعمل كل ده عشان نستقبل شهر جميل جدا بيقعد عندنا بس 30 يوم في السنه كلها، وعشان كده بنبقى يعني كلنا مشتاقين ليه من السنه للسنه، لانه بيجي مره واحده بس في السنه. هذا الشهر شهر رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين، بيفصلنا عنه ايام قليله جدا، لكن هذا الشهر السنه دي ليه ظروف خاصه جدا، وهي تساؤلات ناس كتير جدا. ازاي النهارده هقضي رمضان بدون تراويح، بدون النهارده تهجد، مفيش مساجد، طبعا مش هيبقى فيه صلاه جمعه، حاجات كتيره جدا هتبقى مختلفه السنه دي. هل هينفع استعدله نفس الاستعداد بتاع كل سنه؟ هل ممكن اديه في البيت نفس التاديه؟ وخاصه كمان انه الشهر ده دايما بيبقى فيه يعني تادب مع رب العالمين كده في الدعاء، وطبعا في روحانيات مختلفه وفي ادعيه كتيره جدا لاي حاجه بيبقى الواحد نفسه فيها، فما بالكم احنا في ازمه كلنا نفسنا ان هي طبعا ربنا يفك كربنا منها وان تفرج عنا. فازاي يفرج عنا من خلال هذا الشهر؟ كلنا متفائلين جدا برمضان، بنقول دايما هنتضرع جدا في رمضان عشان نخرج وان شاء الله يفك عنا ازمه رمضان. ازاي بقى نتضرع؟ الكيفيه دي هنعرفها النهارده، ازاي ممكن نستعد وازاي ممكن احنا ان شاء الله يبقى رمضان وكانه كان في المساجد بالظبط، ولكن في بيوتنا السنه دي، عشان نقدر كمان نلتزم مش بس بالدوله انما كمان نقدر نحافظ على نفسنا ونحافظ على اولادنا واسرنا، وفي نفس الوقت نكون ادينا عباداتنا. هنعرف تفاصيل كتيره جدا عن شهر رمضان في زمن الكورونا، كل سنه وحضراتكم طيبين، وازاي نستعدله مع ضيفنا العزيز مشرفنا ونورنا فضيله الشيخ دكتور محمد السعيد عطله، عالم من علماء الازهر الشريف. اسمحوا لنا نرحب بيه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم والساده المشاهدين. منورنا وشرفنا يا دكتور الحقيقه، وبنتكلم عن يعني موضوع مهم جدا، عن شهر مهم ايضا جدا جدا، احنا خلاص بنستعد له. خلينا يا دكتور في البدايه نعرف ازاي ممكن نستعد لشهر رمضان في ظل الظروف اللي انا اتكلمت عنها في البدايه، وعدم وجود مساجد وعدم وجود صلاه جمعه. اذا نزل البلاء نقول ان الى رب البريه راجعون، نقول ستنجلي الاوجاع عنا ويشرق درب من يتبصرون، فذكر الله رب العرش حصن تحصن في حماه الذاكرون، مع اسم الله ليس يضر شيء وباسم الله تكشف يا كورونا، سترحل أيها الفيروس حتما ويأمن من أذاك الخائفون، ومهما اشتد منك الخوف إنا على رب العلا متوكلون. الحمد لله خالق الشمس والقمر وفالق الحب والحجر ومنبت الزرع والشجر، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البشر. أما بعد، فإن الحق سبحانه جعل عدة الشهور 12 كعدد أولاد يعقوب يوسف وإخوته 11، وجعل رمضان بين شهور السنة كيوسف بين إخوته، فإذا كان يوسف أحب الأبناء إلى يعقوب فإن رمضان أحب الشهور إلى علام الغيوب. وقد عاد إلينا رمضان بعد أن تركنا مع 11 شهرا من السنة، كما عاد يوسف إلى أبيه بعد أن تركه مع 11 ابنا فعلوا معه ما أذهب بصره، ثم جاء يوسف فرد الله بعودته بصر أبيه. وكذلك فإن رمضان يأتي بعد 11 شهرا من السنة تكون النفوس فيها قد انشغلت بالدنيا، فيأتي رمضان ليرد الله بعودته للنفوس بصائرها ويعيد للقلوب ضياءها وجلاءها. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان، واتلو الكتاب وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. من حكمة الله عز وجل أنه اصطفى من خلقه صفايا، فاصطفى الله عز وجل من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلة القدر،
واصطفى من الملائكة ومن البشر رسلا، واصطفى من الشهور شهر رمضان فميزه بعدة مميزات. في أول ليلة من لياليه نزلت صحف إبراهيم، ولست منه نزلت توراة موسى، ولثلاث عشرة ليلة خلت منه نزل إنجيل عيسى، ولثنتي عشرة ليلة خلت منه نزل زبور داود، وفي إحدى الليالي العشر الأخيرة من رمضان نزل القرآن الكريم جملة واحدة، ليس إلى الأرض ولكن إلى السماء الدنيا، حيث استقر في بيت العزة، ثم كان ينزل بعد ذلك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منجما بحسب الوقائع. رمضان فيه فرض الصيام، فيه سن القيام، فيه فتحت مكة ودخل الناس أفواجا في دين الإسلام، فيه انتصر المسلمون في غزوة بدر، فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه زكاة هي للنفس نقاء وطهر، فيه مراجعة للنفس في كل أمر، فيه ختام بيوم أغر وهو يوم عيد الفطر. يتساءل كثير من الناس، كيف نؤدي شهر رمضان وقد أغلقت المساجد، وقد منعت العمرة، وقد منعت موائد الرحمن والإفطار الجماعي وما شابه ذلك من صور البهجة والفرحة والتجمعات والأمسيات والملتقيات الرمضانية؟ ويقول البعض قولا زائفا إن الله قد طردنا وحرمنا من عبادته، والله عز وجل ليس من صفاته الطرد، لأن الله رحيم بعباده. إذا كانت بعض الأبواب قد أغلقت أو ضيقت لدفع الضرر، فلا زالت الأبواب مفتوحة، والإنسان الذي كان مواظبا على عبادة ثم منع منها دون إرادته فإنه سيأخذ أجر الصواب، كما أخبرنا بذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، كالمريض والمسافر الذي كان يحافظ على صلاة الجماعة أو على عبادة معينة ثم منع منها دون إرادته فإن الأجر مكتوب له كما كان يكتب له قبل ذلك. إذا كانت المساجد قد أغلقت فلا زال من أجل وأفضل الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. حافظ على الصلاة في وقتها في بيتك، وسوف تأخذ نفس أجر صلاة الجماعة التي كنت تصليها قبل الجائحة. إذا كانت العمرة قد منعت فهناك بدائل قد أوضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا صليت الفجر جماعة مع أهل بيتك فقد صدق فيك ما قاله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر في جماعة حتى لو مع أهل بيتك في بيتك ثم قعد في مصلاه، أي في بيته الذي صلى فيه جماعة مع أهله، قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فقام فصلى ركعتين، كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله. أبواب الصدقات مفتوحة، والصدقة تدفع 70 بابا من أبواب البلاء. أبواب الدعاء مفتوحة، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. كذلك إذا كنا قد حرمنا من التزاور والتجمعات، صلة الرحم، فصلة الرحم لا زالت موجودة عن طريق الاتصال الهاتفي، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وقد من الله علينا بالوسائل التكنولوجية الحديثة في الاتصال. تستطيع أن تصل إلى أجر الشهيد وأجر المجاهد في سبيل الله إذا التزمت بتعليمات الهيئات المعنية ومكثت في بيتك. فقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا وكان له مثل أجر شهيد. الله. يصل إلى منزلة الشهداء سواء مات أو لم يمت. جميل. طرق أبواب الفقراء والمساكين، خاصة أن كثيرا من الناس قد تعرضوا للفقر ولم يكونوا فقراء في ظل هذه الجائحة التي انتابت البلاد. لابد أن يتضافر الناس ويتضامن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال: مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال: سرور تدخله على قلب مسلم بأن تطرد عنه جوعا أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا. لذلك يقول الإمام مالك بن دينار عليه سحائب الرحمة: كنت أعرف رجلا في بلدتي وأظنه مقصرا في جنب الله، يعني لم يكن يراه في المساجد أو في أفعال الخير كثيرا فكان يظنه مقصرا في جنب الله، فلما مات هذا الرجل تكاسلت وأبيت أن أصلي عليه، فلما نمت في ليلتي رأيت هذا الرجل الميت يرتع في نعيم الجنة، فعجبت لحاله وقلت له: يا أخي،
لقد كنت أظنك مقصرا في جنب الله، فكيف بلغت هذه المكانة وكيف وصلت إلى هذه الكرامة؟ فقال: يا مالك، لو أنك تملك خزائن رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق. إنني حقا كنت مقصرا في جنب الله، إلا أنني كنت أعمل عملا يسيرا وأرجو به من الله النجاة. قال له: أخبرني عنه يرحمك الله. قال: كنت إذا جاءت ليالي رمضان أمر على فقراء وأيتام الحي الذي أسكن فيه، وأعمل على جبر خواطرهم، وأحاول أن أقدم إليهم ما تيسر لي من المال أو الزاد أو الطعام، فأدخل السرور على قلوبهم، ولا أنصرف من عندهم إلا وهم يدعون لي. الله. وهذا عمل من أجل الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها الناس. القرآن لا زال بين أيدينا. في رمضان فضيلة الشيخ بيبقى مضاعف، يعني أي النهاردة صدقة بعملها ضعف. بيطلع بشكل مضاعف. أجر الصدقة وأجر القرآن وأجر الصلاة، والقرآن لا زال بين أيدينا. هناك من يقبل على القرآن في شهر رمضان فقط، ويهجر المصحف بقية العام. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن القرآن شرف لصاحبه وحماية لصاحبه. إياك 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 أقول لكل مسلم أو لكل مستمع أو لكل مشاهد، إياك أن يمر عليك يوم كامل سواء في رمضان أو غير رمضان دون أن تفتح كتاب الله وتنظر فيه وتقرأ ما تيسر منه، حتى لو آيات قلائل، لو نصف صفحة، لو آية، ولكن لا يمر عليك اليوم دون أن تفتح كتاب الله. هناك من لا يعرف القراءة، يكون أمي لا يعرف القراءة والكتابة، افتح المصحف وانظر فيه فقط، فمجرد النظر في المصحف عبادة تأخذ عليها أجرا من الله، بل إنها تحفظ عليك بصرك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد من يداوم النظر في المصحف كل يوم ولو لحظات قليلة بأن يظل بصره ونظره قويا صحيحا حتى نهاية عمره. فقال صلى الله عليه وسلم: من أدام النظر في كتاب الله حفظ الله عليه بصره ما دام حيا. وهذه من رحمة الله عز وجل، يعني أقوى من أي حاجة ممكن الواحد يعملها عشان يحافظ بيها على يعني صحته وعلى عينيه. أنت بس النظر، يعني رحمة ربنا سبحانه وتعالى ده بيأثر علينا وديننا يسر، يعني ده جمال ديننا. والناس كتير بتقول يعني فعلا العمرة اتمنعت، المساجد اتقفلت، لكن القرآن لسه ما اترفعش. نعم، لكن التوبة بابها لسه مفتوح، فاحنا نقدر نرجع لرب العالمين في أي وقت ونلحق بقى نفسنا. يعني اعتقد هذا البلاء اللي احنا فيه اعتقد عرفنا بلحظات او خلانا نمر بلحظات كنا عمرنا ما نتخيل ابدا ان احنا نمر بيها، وبالتالي ده عرفنا بقيمه حاجات كتيره جدا كنا غفلانين عنها. خلينا نقول انه في شهر رمضان كمان اعتقد شفنا يعني، وقبل شهر رمضان الاذان احنا يعني سمعناه لاول مره في حياتنا بصيغه مختلفه تماما. خلينا نعرف ما المقصود باذان النوازل في الفقه الاسلامي فضيله الشيخ. أذان النوازل هو أذان يطلق في حالة الخطر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد خطر داهم كمطر غزير قد يؤذي الناس أو حرب أو وباء أو ما شابه ذلك، يأمر بلال بأن يؤذن في الناس بأن يصلوا في بيوتهم وفي رحالهم. وجاء الصحابة من بعده لما ظهر الوباء وأطلقوا أذان النوازل وقالوا: قد أطلقه من هو خير منا، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأذان النوازل يبدأ بنفس بداية الأذان الطبيعي، ولكن يستبدل فيه حي على الصلاة وحي على الفلاح بقول المؤذن: ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم. لأن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. هناك قاعدة فقهية تقول: دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة. يعني لو افترضنا أن حضرتك تجلسين في هذا المكان وجاء شخص من هذا الجانب يلقي إليك تفاحة، ومن الجانب الآخر شخص ثان يقذفك بحجر أو قالب طوب، سيكون أمامك أحد تصرفين: إما أن تلتقطي التفاحة وبذلك تتركين الحجر يجرحك، وإما أن أتفادى الحجر وأبتعد وأخسر التفاحة. أي الفعلين أصوب؟ من الطبيعي أن الإنسان العاقل يتفادى الحجر ويدفع عن نفسه المضرة حتى وإن خسر المنفعة. وهذا هو منهج الفقه الإسلامي في القاعدة التي تقول: دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة. ولذلك قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بأرض وقع فيها الطاعون فلا تقدموا عليها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها ولا يورد الممرض على المصح. ولما ظهر الوباء في عهد عمرو بن العاص قال للناس: أيها الناس، إن هذا الوباء
إذا وقع انتشر بين الناس انتشار النار في الهشيم، فالأوبئة نار وأنتم وقودها فتفرقوا، لذلك تفرقوا في الجبال حتى يقضي الله على الوباء ولا ينتشر. من المعلوم أن الأذان فيه ذكر، والذكر يبعث الطمأنينة في النفوس. حينما نشعر بالضيق وعدم القدرة على التحرك والسفر، فهو الشعور المؤلم بأن الأرض ضاقت علينا بما رحبت. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هنا العلاج ذكر في الآية، علاج الضيق هو التوبة الصادقة إلى الله عز وجل، الرجوع إلى الله. حينما نشعر بالخوف والفزع والرعب والوساوس، فطريق الأمن هو الإيمان الخالي من الظلم، كما قال الحق سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله أقوى الجنود. عندما خلق الله الأرض أخذت تهتز وتميت، فأرساها الله بالجبال الراسيات، فقالت الملائكة: يا ربنا أخلقت ما هو أشد من الجبال؟ قال: الحديد يقطع الجبال. قالوا: أخلقت ما هو أشد من الحديد؟ قال: النار تذيب الحديد. قالوا: أخلقت ما هو أشد من النار؟ قال: الماء يطفئ النار. قالوا: أخلقت ما هو أشد من الماء؟ قال: السحاب يحمل الماء. قالوا: أخلقت ما هو أشد من السحاب؟ قال: الرياح تجري السحاب. قالوا: أخلقت ما هو أشد من الرياح؟ قال: ابن آدم يسخر الرياح. قالوا: أخلقت ما هو أشد من ابن آدم؟ قال: النوم، فإن النوم يغلب ابن آدم. قالوا: أخلقت ما هو أشد من النوم؟ قال: الهم، فإن الهم يذهب النوم. فقالت الملائكة: يا ربنا أو خلقت ما هو أشد من الهم؟ قال: ذكري وقول لا إله إلا الله، فإن ذلك يذهب الهموم ويفرج الكروب. عندما نبحث عن تقوية الجهاز المناعي بكافة السبل، فهناك عبادة رمضانية تقوي الجهاز المناعي وتحفظ الجسم من الأمراض، ينبغي علينا أن نواظب عليها في رمضان وبعد رمضان، وهي قيام الليل ولو بالحفاظ على ركعتين فقط كل ليلة في جوف الليل. فضيلة الشيخ، إيه الفرق ما بين التهجد وقيام الليل؟ لأن يمكن ده سؤال برضو بيجي على أذهان بعض الناس، بيجي شهر رمضان، طب ليه بيطلق عليه هنا تهجد وبعد رمضان بيطلق عليه قيام ليل؟ هناك ثلاثة ألفاظ متقاربة متداولة بين الناس: التراويح والتهجد والقيام. التراويح هي صلاة القيام التي تؤدى بعد صلاة العشاء في شهر رمضان، الثلث الأول من الليل. نعم. صلاة التهجد هي الصلاة التي تقع في الثلث الأخير من الليل، وهي صلاة جوف الليل الغابر، وهو أفضل وقت يتنزل فيه المولى عز وجل إلى السماء الدنيا ويتجلى برحمته على العباد. أما صلاة القيام أو قيام الليل بصفة عامة، فهو استثمار الوقت الواقع من بعد العشاء إلى ما قبل الفجر، مفتوحة من بعد العشاء وحتى قبل الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح أهمية صلاة الليل في الحفاظ على الجسد من الأمراض والأوبئة، فيقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. أي أن الحفاظ على قيام الليل يطرد المرض عن جسم ابن آدم بفضل الله تبارك وتعالى. خلينا كمان نتكلم وإحنا بنتكلم كده عن الروحانيات الجميلة وإزاي نستعد لشهر رمضان، لكن كمان أنا حابة أتكلم عن ضعاف النفوس، الناس اللي ممكن تكون للأسف ممكن تكون بتعمل إثم أو بتظلم أو بتعمل شيء غلط، زي مثلا وإحنا في فترة الكورونا المفروض الناس دلوقتي بتساعد بعض عشان نعدي هذه الأزمة، لكن في ضعاف نفوس من التجار أو جشع التجار اللي بيقوموا بإن هم يشيلوا أو يحتكروا بعض السلع، وبالتالي بيخلقوا الأزمة أكتر وبيبتدوا إن هما يعني يعملوا مشكلة أعظم من الكورونا، وهو إن النهاردة يعني أأذي أسرة النهاردة ما يوصلهاش السلعة دي. فكلمني عن الناس دي النهاردة اسمها عامل إزاي، وإزاي لازم تتخلص من هذا الاسم بسرعة، لأنه إحنا داخلين على شهر كريم جدا، وفي زي ما بيتضاعف أكيد الحسنة ايضا بتتضاعف في السيئه. فكلمنا فضيله الشيخ ازاي ان الظلم والافتراءات واي حاجه ممكن تكون بتخالف الدين والشرع والاخلاقيات والضمير ممكن تكون تحول بينه وبين رب العالمين، تخلي عبادته ما تقبلش. هو الناس بتصلي مش بتصلي دلوقتي، يعني اهم حاجه كمان الاخلاقيات. ولا ايه رايك يا فضيله الشيخ؟ اولا نداء الى كل تاجر سولت له نفسه ان يستغل الظروف في التضييق على الناس. سئل الامام علي عن أبشع أهل الجشع، فقال: الذين تزدهي أموالهم إذا افتقرت أوطانهم. يعني في وقت الشدة والمحنة التي يكون فيها الوطن والشعب والناس تجد هذا يكثر ماله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المحتكر ملعون
والجالب مرزوق، وملعون يعني مطرود من رحمة الله والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول: من احتقر شيئا من قوت المسلمين ليغليه عليهم، يعني ليرفع سعره أو ثمنه، فقد برئت منه ذمة الله ورسوله، ولا يحتكر إلا خاطئ. أقول لكل إنسان غلب عليه الطمع، ستدرك في وقت متأخر أن معظم المعارك التي خطها من أجل كسب المال بطريقة غير شرعية ما هي إلا أحداث هامشية ألهتك عن مهمتك الحقيقية في الحياة، وهي العيش في طاعة الله والفوز برضا الله عز وجل. فحاول أن تجعل هذا الإدراك مبكرا من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. طبعا فضيلة الشيخ، احنا يعني كنا بنتمنى ان الوقت يطول اكتر بكتير، نتكلم عن الاستعدادات اكتر وعن ازاي تفاصيل كتيرة جدا للتهيئة وتأهب لهذا الشهر الكريم والجميل اللي ما بيتكررش غير مرة واحدة في السنة، ولكن خلينا ندعي بقى في نهاية الفقرة الجميلة دي ونتضرع لرب العالمين بالدعاء اللي يا رب يتقبله مننا جميعا. اللهم صل على نبينا وقائدنا، اللهم إنا نستغيث بك فأغثنا، اللهم إنا نستجير بك فأجرنا، اللهم إنا نستعين بك فأعنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم اصرف عن بلادنا البلاء، وطهر بيوتنا من الوباء، وأعد إلينا نعمتي الأمن والرخاء، وردنا إلى بيوتك في سراء، واجمعنا على قيام رمضان بتضرع ودعاء، واجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولصدورنا شفاء. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن جهد البلاء، ومن عضال الداء، ومن شدة اللأواء، ومن اتباع الأهواء، ومن شماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. اللهم احفظ لمصرنا الأمن والأمان، اللهم جنبنا خطوات الشيطان، واعصمنا من الفرقة والضلال والخسران. اللهم بلغنا شهر رمضان، وأكرمنا بولوج باب الريان، وأسكننا برحمتك أعلى درجات الجنان. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى وفي عليين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،
والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين، ربنا يتقبل منا الدعاء يا رب العالمين، يتقبل منا الصلاة وكافة العبادات، اللهم آمين. بشكرك فضيلة الشيخ دكتور محمد سعيد عطلة، عالم من علماء الأزهر الشريف، على هذه الإفادة وهذه المعلومات وهذه الطمأنينة أيضا لكل سادة المشاهدين النهاردة. ثوابك موجود ومحفوظ طول ما أنت في البيت، زي ما فضيلة الشيخ قال اعملوا كل العبادات الممكنه طول ما انتوا في البيت، انتوا كده بتساهموا ان انتوا تحافظوا على الامه كلها وكمان على انفسكم، واخدين كل الثواب. لسه فقراتنا مكمله، استنونا بعد الفاصل وفقرتنا الثانيه.